حتىش ما عمرك ما غادي تخدمي. السلام عليكم. الدخول المدرسي عرفتوا هذه الكلمه فشحال كتفكرني من حاجه، الحوايج جداد، ريحه الكتوبه، وخصوصا الفيق مع 8 ديال الصباح. كلكم فاش كتكونوا في العطله ديال الصيف كتكونوا الطوب ديال البخير، وغير كيبدا يقرب داك الاخر ديال شهر 8 والبدايه ديال شهر 9 كيطيح لك واحد الضيم في شكل، وكلشي كيولي كيهضر غير على الدخول المدرسي، وانت في الداخل ديالك كتلقى كلمه وحده اللي كتدور ما تفكرنيش. وكيجي الدخول المدرسي وكيجيو المشاكل ديالو وكيبداو الاساتذه كيتوحموا علينا في الادوات. انا بغيت نفهم غير حاجه وحده، اشنو الفرق بين غلاف خزي وقوقي وقرعي؟ كلهم كيغلفوا، يقولوا الدراري شريو 6 متر ديال الميكالون واحد يغلفوا بهم الحرام ويهنوا الوقت. فين هو ايوب؟ ايوب عطيه جبت لي واحد جوج البيشان يبقى يغلف الكتوبه من هنا حتى توصل لافاك. وباش كيزيدوها تيقول لك جيبي ورقه مزدوجه بالغوز انديان ولا بلو سيال ولا بالسومون ولا غير قول لي علاش واي مخ. يلا سيدنا صارت الحصه، الله يرحم باكم الحصه جايه بيت الاوراق المزدوجه في 14 لون. الله يخليكم استاذ. استاذ واش هاد الالوان غادي نجيبهم؟ بغينا نطلعوا شي تيفو ولا؟ والمشكله كتلقى شي سميات في ديك لا ليست ديال الادوات وما كتفهم حتى وزه، كتلقى محباره ميزوات كوس وتدميني نوف كوس. اما الاثمنه ديال الادوات وليتي كتسمع شي اثمنه خياليه غير ما يحضر شي سلامه وصاف. مثل المنجره مثلا اللي كيبدا ثمنها من 50 سنتيم وكيوصل حتى ل 21 درهم. او لا عباد الله منجره كتسوى 21 درهم، واخا تكون هذه المنجره كتخدم بالويفي. الله يجعل البركه في الموس. ولكن اصلا هاد الادوات كلهم شنو كيبقى فيهم في الاخر ديال العام؟ كتلقى النص كيتودر، النص كيتشفر، النص كيتهرس، وفي الاخر ديال العام شنو كيبقى لك؟ اما الكتوبه خلاص شي اثمنه، تقول الوراق ديالهم مصوبين من الخشب ديال القرقاع. في التعليم العمومي كيوصل الثمن ديالو 47 درهم، وكيوصل في التعليم الخصوصي لحوالي 368 درهم. وعلامة القرية عندنا والله، الكتاب كيدير 400 درهم والقرية عندنا ديال 4 دريال، وهاد الكتوبة فين كيمشيو؟ عند مول الزريعة. أما خلاص الدراري في الدخول المدرسي كتلقاهم ما مسوقينش كاع على هادشي، بطبيعة الحال هما مخلصين شي ريال. الدراري في الدخول المدرسي كتلقاهم كيهضروا على جوج ديال المواضيع، واش كاينين شي بنات زوينات في القسم؟ أولا واش الحارس العام صعيب في البيي ولا لا؟ أما خلاص المحفظات ولاو متبعين نظريات داروين في التطور. في الابتدائي الشكرة ديالك كتكون قد هكا، ثم في الإعدادي كتولي قد هكا، وفي الثانوي كتولي قد هكا، وفاش كتمشي لافاك كتولي قد ما كتبقاش عندك اصلا الشكاره، لانك كتولي كتمشي على الطل وترجع في حالك. ولكن كانت اصعب لحظه في الدخول المدرسي هي اول نهار فاش كيجي الحارس العام ويختار المكلف ديال القسم اللي غيبقى يدي ويجيب الكايي، وتما كتشوف الدراري كيفاش كيبداو يتحنسروا. السلام عليكم وليداتي. جلوس جلوس، اليوم غادي نختاروا المكلف ديال القسم. انت وليدي؟ انت ولدي؟ انت ولدي؟ اما المدير كتلقى النهار الاول عصا قدام الباب ديال المؤسسه حاضر الهندام قال لك ولدي انت هذيك اللبسه راه ما مسلكاش وجاي تبدل ليا كليب ديال بيتش بويز. رجع ولدي رجع رجع داركم بدل ليا داكشي رجع. والدري خلاص كتلقى ما مسوقش، الهضره كتدخل من هنا تخرج من الجهه اخرى، تلقى جاي طويل المؤسسه هز ايبود ورايبي مجمد وضرب شورتو صافي تما وما مسوقش. وصافي انت وصاف درتينا الطياره صاحبي، شادير خلينا لك هاد المؤسسه سيركل ابارتمان ديال السكه الاقتصاديه صاحبي. اي مشاو يا مات الحشمه، كنتي كتسطح مع الاستاذ برا، كنتي كتبدل الزنقه بالحشمه باش ما تسطحش معاه. اما اللي هضرنا على الاعلام ديالنا واك واك، شي تلفازات عندنا حتى كيجي الدخول المدرسي عاد هما كيتفكروا بلي راه عندنا المدارس، وكتلقاهم هازين كاميراتهم وكيضروا في المؤسسات وكيمشيو بالعاني كيختاروا شي مدارس. تقول السويد هذا اطفال كلهم حماس لبداية عام دراسي جديد. اقتنينا 300 دراجة هوائية، 100 ديال الفتيات و 200 ديال الفتيان. الكاميرا شعلة زعما، أما خلاص في الاستجوابات، فاش كيسولوهم شي سؤال، كلشي كيجاوب نفس الجواب. فرحانة، فرحانة لأنني شاركت في الدخول المدرسي. أول نهار هذا فرحان من طبيعة الحال. احنا فرحانين بزاف على رجع المدرسة، فرحانين المحافظ والأدوات. احنا المغاربة تبارك الله ديما فرحانين، احنا عندنا الفائض في الفرح، ترى من كثرة الفرحة اللي عندنا واقيلا غنبداو نصدروها لبرا. بغيتي تشوف المغاربة قداش فرحانين بصح، خرج غير الزنقة، فيما مشيتي تلقى واحد شانق على خو، تلقاش المغاربة بخير ما نقسم حتى خير فرحانين، كيتشانقوا على بعضياتهم، كيتبادلوا الفرح. خلاصة تلقى ولا التعليم عندنا غير خليها على الله وصافي، غير الله يحضر شي سلامة. سيدنا الحلقة ديالنا سالات، نتلاقاو إن شاء الله في الحلقة الجاية.